وفقا لمعلومات استخباراتية تم التقاطها من وكالة التجسس الأمريكية في منتصف يونيو الحالي، يبدو أن رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين كان يخطط لشن هجوم مسلح على مؤسسة الدفاع الروسية والتي اتهمها مسبقا بإفشال الحرب في أوكرانيا. تم إبلاغ البيت الأبيض والوكالات الحكومية الأخرى على وجه السرعة بهذه المعلومات وفقا لتقرير في صحيفة واشنطن بوست. وأكد عدد من المسؤولين الأمريكيين في يوم السبت الماضي أنهم لم يكونوا متفاجئين، وأضاف أن طبيعة وتوقيت خطط بريغوجين لم تصبح واضحة إلا قبل وقت قصير من استيلائه على القيادة العسكرية وتوجهه نحو موسكو يومي الجمعة والسبت الماضي. وقد صرح مسؤول أمريكي فضل عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموقف قائلاً: كانت هناك إشارات كافية لإخبار القيادة بأن شيئا ما سيحدث قريبا، لذا أعتقد أنهم كانوا مستعدين لذلك. وأشار المسؤول إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين كان هناك علم مسبق بوضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وما يعنيه ذلك بالنسبة للاستقرار في الترسانة النووية الروسية، فقد أشار إلى أنه كان هناك الكثير من الأسئلة المطروحة في هذا الصدد. وأشار المسؤولون أن القلق الرئيسي لا يتعلق باستمرار بوتين من عدمه، بل بحرب أهلية قد تصل إلى الترسانة النووية الروسية. وقد تم إطلاع كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية والكونغرس على هذه المعلومات الاستخباراتية خلال الأسبوعين الماضيين، ومن هنا نستنتج أن هناك علاقة بين فاغنر وأمريكا. تابع بقية التفاصيل لفهم ما يحدث. صرح البيت الأبيض في تقرير نشرته صحيفة الواشنطن بوست أن الدافع الرئيسي لبريغوجين هو تحرك وزارة الدفاع الروسية في العاشر من يونيو بشأن توقيع عقود مع مفارز المتطوعين التابعة للحكومة. وعلى الرغم من أنه لم يتم ذكر اسم مجموعة فاغنر بشكل صريح، إلا أن المعنى العام كان واضحا: انتزاع قوات فاغنر التابعة لبريغوجين والتي أثبتت نجاحها في الحملة العسكرية الروسية ضد أوكرانيا وساعدت في تحقيق انتصارات تكتيكية هامة. أي أن بوتين بات يفهم خطورة فاغنر على وجوده الرئاسي وشعبية بريغوجين المتزايدة. تكشف وثائق استخبارية مسربة حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق هذا العام أن فاغنر يقوم ببناء إمبراطورية حقيقية في إفريقيا، حيث يقدم بريغوجين الأمن للأنظمة الحكومية مقابل مكاسب مالية كبيرة، ولكن الهدف لا يقف عند المال بل تأسيس جيش كبير لاقتلاع روسيا. وهنا بدأ بوتين مع قادته الكبار يقلقون من الهجمات اللفظية لبريغوجين والتي تستند على قوته ونفوذه في المنطقة. فقد أشار مسؤول كبير في وقت لاحق في إدارة بايدن أن هناك توترات واضحة بين مجموعة فاغنر ووزارة الدفاع الروسية، وهذا ليس سرا، فلقد شهدنا جميعا بريغوجين وهو ينتقد ويحذر ويهدد الجيش الروسي علنا في عدة مناسبات. وهنا بدأت اللعبة الأمريكية تنسل تدريجيا عبر فاغنر. أمريكا جعلت من فاغنر نجما لامعا لأهداف سنشرحها بعد قليل، ولكنها قلقة من ردة فعل بوتين، فهي على يقين أن بوتين قد تم إبلاغه أيضا بخطط بريغوجين، ومع ذلك لم يتخذ أي إجراءات حيال هذا الأمر حتى غاية تقدمه نحو موسكو. وصل رئيس مجموعة فاغنر إلى مسافة 120 ميلا من العاصمة الروسية موسكو قبل أن يتراجع بفضل اتفاق تم التوصل إليه عبر وساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو حليف بوتين. ينص الاتفاق على إسقاط التهم الجنائية الموجهة لبريغوجين المتعلقة بانقلاب عسكري وخيانة عظمى ضد الحكومة، ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن بوتين قد بات فاقدا للسلطة بسبب غياب بالتنسيق والتوترات داخل البلاد والتي قد يكون لها تأثير كبير على وضع روسيا. فقد أكدت معلومات استخباراتية أن فاغنر كان قريبا من إسقاط موسكو، فبالرغم من تراجعه وبقاء بوتين إلا أنه من المؤكد أن بوتين سينظر إليه على أنه ضعيف، ولكن الأوامر أتت لتراجع فاغنر. فما هي مصدر هذه الأوامر ومن تكون؟ وكيف بات فاغنر القوة التي لا تهزم؟
على مدى أشهر طويلة لعب بروغوجين دورا حيويا في الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث قام بتجنيد الآلاف لصالح قوات فاغنر التي يتزعمها لا سيما من السجون الروسية، فدخل في نزاع مفتوح مع قادة الجيش الروس الذين يديرون الحرب قبل أن يتحول هذا النزاع إلى تمرد. بعد أن بينا لكم الرواية الإعلامية، دعونا أن نشرح الآن ما خلف السطور. في إطار التوترات الجيوسياسية والصراعات الدولية، تنشط الدول بشكل متواصل في استغلال الفرص والتحالفات العسكرية المحتملة لتعزيز نفوذها وحماية مصالحها الاستراتيجية، وفي هذا السياق دوما ما تكون أمريكا اللاعب المحترف. فاغنر هو واحد من أكبر الميليشيات المرتزقة في العالم، يتألف بشكل رئيسي من عناصر سابقة في القوات الخاصة الروسية والعسكريين المحترفين، فقد اشتهر بتنفيذ مهام قذرة في سوريا وأوكرانيا وحماية الأنظمة الحكومية من عربية وإفريقية وبعض الدول الأوروبية. في سياق التوتر الدائر بين الولايات المتحدة وروسيا، انتشرت معلومات استخباراتية تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتوظيف قوات فاغنر للعمل ضد روسيا بهدف تحقيق أهداف استراتيجية وزعزعة استقرار النظام الروسي. تم هذا أولاً عن طريق تلميع فاغنر بجعله يحقق انتصارات سريعة في أوكرانيا من أجل جعل اسم فاغنر يكبر شيئاً فشيئاً في روسيا ويجمع الناس من حوله، وهنا تصبح صورة بوتين مهزوزة في عيون الروس، يظهر بشخصية المنكسر أمام أوكرانيا، بينما تظهر فاغنر بشخصية الجيش الذي لا يهزم. وهنا بدأ رئيس فاغنر بروغوجين بتوجيه الاتهامات للجيش الروسي المتعلقة بضعفه وفساده وانكساره، مما دفع الروس بالنظر إليه على أنه القائد الأعظم لروسيا. فهم بوتين خطورة الأمر وبالدعم السري الأمريكي لفاغنر، ولكنه إن قام بقصف قوات فاغنر سيظهر بصورة الخائن للشعب الروسي، فبدأ بقطع إمدادات الأسلحة عن فاغنر لتسريع هزيمتهم في أوكرانيا، وفي نفس الوقت لدفعهم للتحرك ضده، وبهذا سيحصل على الشرعية للقضاء على فاغنر أمام الشعب الروسي بتهمة الخيانة والانقلاب العسكري. ولكن الأمر لم يكن كما يتوقع، إذ تفاجأ بامتلاكهم لأسلحة نوعية، وعلم أن أمريكا قامت بإمدادهم بالسلاح ودفعتهم نحو موسكو، ليعلم الرئيس الروسي أن هناك قوة جاهزة لإسقاطه. وهنا يسأل سائل، لما لم تقم أمريكا بإسقاط بوتين بالرغم من أن قوات فاغنر باتت تبعد 120 ميلا فقط عن موسكو؟ الجواب البسيط، أمريكا لا تثق في فاغنر. إسقاط بوتين وسيطرة فاغنر يعني وضع قادة لا يمكن التنبؤ بأفعالهم أو حتى ولائهم، ولكنها في نفس الوقت تريد إضعاف روسيا وتجهيزها للمرحلة القادمة، واستخدام عصا فاغنر سيحقق لها المطلوب، لذلك أمرته بالتراجع وهددت بوتين بعدم الاقتراب منه عن طريق مسرحية الوساطة البيلاروسية. الأيام القادمة ستشهد تطورات كبيرة وأحداث متسارعة، والقادم سيغير العالم بكل تأكيد.